هذه الشيلة لعروستنا شادية، عسى ربي يوفقها ويسعدها. يا شادية طلي ولك طل تنغر، من نورها تجلي عتيم الليالي، يجمل عروسة بين كل الغنادر، يما الحلا والغنج وام الدلالي، يما الحلا والغنج وام الدلالي. يا مرحبا ترحيب عز وتقدير، بضيوفنا الغالين اول والتالي، اسمهم ممدوح الحبو يا اهل الخير، يلي لكم بقلوبنا قدر عالي، هم بالعروسة بنت روس المناعير اللي لها كل البيوت الجزالي، شيخه وبنت شيوخ ووصفها غير، في الحسن والحلاوة احلى الخصالي، من طيبها تعطي ومن دون تقصير، مدت يديها مثل موزن المخالي، وابو العروسة شيخ مقدام وامير، هذا ابو ممدوح قارم الرجالي، رمز المراجل والعلوم المشاهير، صيت الشهر طيب وعلوم وفعالي، وخواتها كالدر زين وتصوير، مكملات بالدلع والدلال، عبير مهره بالحلا والتصاوير، الله عطاه وزادها بالجمالي، من قدها يا ناس بين الغنادير، ما في لها بين الخلايق مثالي، حنان تحترم حلاها التعابير، واشواق جميلة دون شك وجدالي. يا مرحبا ترحيب عز وتقدير، بضيوفنا الغالين اول والتالي، باسمهم ممدوح الحبو يا اهل الخير، يلي لكم بقلوبنا قدر عالي، ام العروسة بنت روس المناعير اللي لها كل البيوت الجزالي، شيخه وبنت شيوخ ووصفها غير، في الحسن والحلاوة احلى الخصالي، من طيبها تعطي ومن دون تقصير، مدت يديها مثل موزن المخالي، وابو العروسة شيخ مقدام وامير، هذا ابو ممدوح قارم الرجالي، رمز المراجل والعلوم المشاهير، صيت الشهر طيب وعلوم وفعالي، وخواتها كالدر زين وتصوير، مكملات بالدلع والدلالي، عبير مهره بالحلا والتصاوير، الله عطاه وزادها بالجمالي، من قدها يا ناس بين الغنادير، ما في لها بين الخلايق مثالي، حنان تحترم حلاها التعابير، وشوى جميلة دون شك وجدالي، واختامها ربي يتمم على خير، ويسعدكم الرحمن طول الليالي. 9 2 4 8 7 او استوديو.